مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. مراسل التلفزيون العربي باسل خلف، أهلا بك باسل. إذن القصف المدفعي الإسرائيلي لا يزال مستمرا، والذي استهدف كما يبدو قبل قليل جباليا شمالا وأيضا رفح جنوبا. جباليا لا تهدأ فيها أصوات القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية وتوغل الاحتلال في مناطق متفرقة من مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. ساعات صباح هذا اليوم كانت متوترة الأجواء هناك، والاشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة، تسمع أصوات الاشتباكات في نواحي مختلفة. لكن فيما يتعلق بأين تقف آليات الاحتلال، نحن نتحدث عن لا إمكانية لتحديد، لأنه آليات الاحتلال تتقدم في شوارع وتتراجع من شوارع أخرى، وآخرها ما عرضناه قبل قليل أو ما رأيناه قبل قليل فيما يتعلق بمنطقة القصاصيب. هذه المنطقة شهدت اشتباكات خلال الأيام الماضية، ثم نتحدث عن تراجع آليات الاحتلال منها تذهب باتجاه مدرسة فلسطين التي اعتقلت منها قوات الاحتلال عدد من الفلسطينيين في منطقة جباليا، مخيم جباليا شمال قطاع غزة. اليوم كان هناك إعلان عن استشهاد نحو 60 فلسطيني من مدينة غزة، من معظمهم من عائلة واحدة، في استهداف لمنزل منطقة الشيخ رضوان. هؤلاء استشهدوا من جراء غارة إسرائيلية على منزل مكون من عدة طبقات. لكن هل هذا يعني أن هذا العدد من الشهداء وهذه البناية هي فقط التي استهدفت؟ لا، لكن فيما يتعلق بالأرض يصعب الوصول إلى المصابين وكذلك إجلائهم عن الأرض، أو حتى ما يتعلق بانتشال جثامين الشهداء سواء في شمال قطاع غزة أو في مدينة غزة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمستشفى كمال عدوان المحاصر، وكذلك مستشفى العودة شمال قطاع غزة الذي هو أيضا محاصر ولا يستطيع أحد لا الدخول إليه ولا الخروج منه. منطقة وسط قطاع غزة حيث أنا هنا الآن، أكثر من 70 فلسطيني استشهدوا فيها، أكثر من 110 إصابات، وربما العدد في تزايد، لأنه خلال الثلاث ساعات الماضية كان هناك عدد من الإصابات وصلوا إلى المستشفى من جراء غارات الاحتلال. وأيضا نتحدث عن الجنوب، مدينة خان يونس وصلها أيضا عدد من الشهداء خلال الساعات الماضية، على الأقل 3 شهداء إلى مستشفى ناصر، شهداء من جراء غارات واحدة في حي الأمل، وهذه كانت باستهداف منزل هناك في تلك المنطقة التي يوجد بها عدد كبير من المواطنين، وهي ليست بالمناسبة منطقة توغل لآليات الاحتلال. الاحتلال يتوغل أيضا في خان يونس على ذات الطريقة التي يعمل بها ميدانيا في شمال قطاع غزة، يدخل شوارع ويخرج من شوارع أخرى، والحديث يدور بالمجمل عن مساحة شرق مدينة خان يونس وشمال هذه المدينة، أجزاء من شمال مدينة خان يونس، وبها أيضا وقعت الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية كما حدث في شمال قطاع غزة، وأيضا منطقة نتساريم وجحر الديك ومناطق حي الزيتون وشرق الشجاعية. رفح، وهذا أخيرا، شهدت عدة غارات قبل قليل، وصل من جراء هذه الغارات شهيدتان إلى مستشفى أبو يوسف النجار إلى الشرق من مدينة رفح، وعدد من الإصابات أيضا. الغارات في حي السلام، منطقة السلام، أيضا في منطقة الشابورة كان هناك غارة خلال الساعات الماضية، وقرب الحدود الفلسطينية المصرية كما فهمنا قبل قليل، قريبة من بوابة صلاح الدين، أرض زراعية على ما يبدو فارغة ولم يصب بها أحد. لكن المناطق الأخرى التي تم استهدافها في مدينة رفح، التي يقول الاحتلال دائما إنها منطقة آمنة إنسانية، تستهدف الليلة بعديد الغارات كما رصدنا، وربما تتضح مزيد من التفاصيل خلال الساعة الماضية القادمة. ما الحدث، حدث غرب مخيم نصيرات، هذا لا يوجد أي تأكيد حتى اللحظة حول تفاصيل. سمعنا خلال ثلاث ساعات أصوات قصف من بحرية الاحتلال وزوارقه باتجاه سواحل مناطق النصيرات، الزوايد وحتى دير البلح، وسمعنا يعني أصوات الطيران الحربي يغير في مناطق سماء المنطقة الوسطى، وأصوات اشتباكات سمعها شهود عيان كما فهمنا منهم في مناطق غرب مخيم النصيرات، منطقة السوارح والحسينة. ولكن حتى اللحظة أولا لم تصل إصابات من تلك المناطق في صفوف الفلسطينيين، كذلك لم تعلن أي من فصائل المقاومة الفلسطينية عن أي اشتباك خاضته هناك أو أي تفاصيل متعلقة، إذا ما كان فعلا كان هناك
إنزال، لكن يرجح أن يكون هناك محاولة كما حدث في مرة سابقة في 27 من أكتوبر الماضي في مدينة رفح أقصى جنوب غرب قطاع غزة، وأفشلت المقاومة هذه المحاولة، وأيضا حدث أن توغلت بالفعل، دخلت قوة إسرائيلية خاصة إلى منطقة المخيم الجديد في النصيرات قبل نحو 4 أيام، وأفشلت المقاومة عملية تحرير لأسرى إسرائيليين كانوا في قبضتهم في تلك الناحية التي لا تبعد عنها كثيرا أصوات الاشتباكات والانفجارات في المنطقة الغربية لمخيم النصيرات للاجئين. لكن على الأقل خلال 20 دقيقة الماضية حسام لم نسمع أصوات القصف، ويبدو أنه هدأت الأمور إلى الحد الذي كانت عليه قبل التوتر الذي وقع غرب مخيم النصيرات والزوايدة ودير البلح. باسل خلف مراسل التلفزيون العربي، حدثتنا مباشرة من مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.